ما شاء الله انت تعرفين كل سنه عن سنه في تطور رهيب وسريع في القصات والالوان، ولكن القاعده ثابته اكيد. اليوم اصبحت السيده مثقفه من هذه الناحيه، تعرف اكثر عن السابق ماذا تريد وشو يناسبها، لكن اكيد في النهايه ما تقدر تعرف هي كل شيء 100% شو اللي يناسبها. ف 2017 و2016 واللي قادم اصبحت الموضه اكثر عنف، نقدر نقول عن قبل. من اي ناحيه؟ من ناحيه التكاثر ما شاء الله، يعني في عدد المصممين، عالم الازياء، الاسواق، المنافسه، فهذه كلها تعتبر يعني قوه. اذا ما كنت انت معاهم في التيار سوف يسبقونك. نعم صحيح. طيب الان يعني الاختلاف في التصاميم والازياء في كل شيء موجود، هناك فرق كبير بين الاختلاف الأوروبي والاختلاف العربي. نعم. بل أيضا الاختلاف هذا يصل إلى الاختلاف بين حتى منطقة الخليج وأيضا الدول العربية، فحتى داخليا موجود هذا الاختلاف. في رأيك من وين يأتي هذا الاختلاف؟ نحن صار عندنا، أنا إذا يعني هذا شيء مني أنا أقوله، صار في تيار عكسي. أصبحت المرأة العربية أو الخليجية تميل إلى السمبل والنعومة وما تبغي الكرستال ولا تبغي التطريز. صحيح. في الآونة الأخيرة يعني تقدر تقول من 6 إلى 7 سنوات. الأسلوب الغربي. الأسلوب الغربي الأوروبي. نعم. وتفاجئنا جدا من السيدة الأوروبية والأجنبية أنها تحب الستايل الخليجي والعربي، للكرستال، التطريز، الشيء اللي هم عندهم إياه. يلبس المخور يعني. يمكن لا تستغرب في يوم من الايام ممكن يلبسونه. انا يعني شفت في كم من عرض. نعم. ازياء صحيح، يعني حتى التلي مدخلينها في تصاميمها. أيوة. الغتره نفسها الحمراء مدخلينها في ازياء. في الازياء الغتره دخلت، في الازياء دخلت في وايد اشياء.